حديقة الفراشات في إسطنبول، وهي أول حديقة مخصصة للفراشات في تركيا، ويعود تأسيسها إلى إحدى مدرسات مادة الكيمياء في تركيا تدعى تشيديم أونلو، التي أعجبتها كثيراً مزرعة الفراشات في ستارتفورد الموجودة في مسقط رأس الشاعر الإنجليزي الشهير شكسبير، إذ قامت تلك المدرسة وزوجها بإنشاء الحديقة الموجودة في منطقة بيكوز بالشطر الآسيوي من إسطنبول، وذلك للحفاظ أيضاً على سلالات الفراشات من الانقراض. تحوي الحديقة على نحو 450 نوعاً من الفراشات، إلى جانب أنها تستقبل أسبوعياً نحو 1500 زائر. وعند وصولكم إلى الحديقة الفراشات، يمكنكم مشاهدة فيلم قصير مدته 20 دقيقة فقط، يتحدث عن دورة حياة الفراشات إلى جانب بنيتها البيولوجية، كما أنه وبداخل الحديقة يمكنكم الذهاب إلى البيوت البلاستيكية هناك، التي ستمكنك من رؤية الفراشات بألوانها الزاهية البديعة. يمكن للزوار المهتمين اكتشاف عالم الفراشات بشكل كامل، ومعرفة دورة حياة الفراشات بدءا من البيضة فاليرقة فالشرنقة، حتى تصل إلى الفراشة، والتي تستغرق وقتا يمتد ما بين أسبوعين إلى 3 أشهر. تجذب المزرعة العديد من السياح من أنحاء العالم، ولا سيما الأطفال الذين يمشون على الأقدام بين الفراشات الملونة التي تحلق حول النباتات الاستوائية والزهور. ففي هذه الحديقة مساحة للتنزه واستنشاق الهواء الطلق وسط مروج خضراء وأشجار متعددة المنشأ والمصدر، تعود بتاريخها إلى القرن 19. وإن أصابكم القليل من التعب، بإمكانكم الجلوس والاسترخاء على مقاعد خشبية موزعة بداخل الحديقة، كما زينت بتماثيل لأبرز الشخصيات التركية، ويتوسطها بحيرات مائية وشلالات ونوافير ملونة تسبح فيها أنواع متعددة من البط والإوز، أضفت على الحديقة الرفاهية والجمال. لذلك احرصوا على زيارة هذه الحديقة الجميلة، خصوصاً في فصل الربيع.